الوحيد اللي كان خلال الفترة اللي فاتت كان من صفحات من أندية منافسة إفريقيا، يعني أنا عارف طبعا، مش بتكلم محليا كمان، أنا بتكلم كان في محليا طبعا، ولكن كان في إفريقيا برضو كله عمال يسخن عايز يطلع الأهلي. طب تعالى أقول لك حاجة بقى مهمة قوي، اتفضل، وأرجعك بس لورا سنة. أنت فاكر أيام النجم الساحلي المباراة الشهيرة اللي كانت بتاعة العرجون؟ الله، أنت كنت موجود يعني، أنت كنت موجود. فاكر كان مطلوب إن النادي الأهلي يخسر، مش كل سنه النادي الاهلي ياخد البطوله، ده في الاتحاد الافريقي في فكره كده، كان في فكره كده انك انت تستحوذ على انت الفريق الافضل، زي ما انت النهارده يا كابتن عادل، معلش مع احترامي طبعا، نادي الهلال نادي كبير جدا، وجمهور الهلال جمهور محترم جدا وكويس وزي الفل وكل حاجه، ولكن انت الافضل فنيا، انت الافضل تاريخيا، انت الافضل في كل شيء، انت الافضل في الملعب النهارده طوال، احنا لعبنا 113 دقيقه او 115 دقيقه، انت الافضل 110 دقيقه. لو انت لعبتهم في اجواء عاديه المفترض انك تكسب 2-3، ده النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي اقوى، ويمكن انا قلتها قبل كده اقوى.